هاي العمر هاي العمر تمشي عليها مشدود روح ومرتبط بيها هاي العمر تمشي عليها مشدود روح ومرتبط بيها فيها الفقير اليوقف الجار روح انشد انت عن العمر فيها الفقير اليوقف الجار روح انشد انت عن العمر فتحت قلبها وفتحت فتحت قلبها وفتحت يديها المعجدي أبو بحيت القلب هيبة والحزن مهابر جيبه بالذيبة المعجدي أبو بحيت القلب هيبة والحزن مهابر جيبه بالذيبة والشعر عن هدها ربط ودرديبة والشعر عن هدها ربط ودرديبة شعره موشح يكتب لتجريبة شعره موشح يكتب لتجريبة حي الإمام الجعفر الصادق معنى الحقيقة بكل فخر ناطق حي الإمام الجعفر الصادق معنى الحقيقة بكل فخر ناطق ناطق فتحت قلبها وفتحت يديها فتحت قلبها وفتحت يديها هاي العمارة تمشي عليها مشدودة روح ومرتبط بيها هاي العمارة تمشي عليها مشدودة روح ومرتبط بيها فيها الفقير اليوقف الجار روح انشد انت عن العمارة فيها الفقير اليوقف الجار روح انشد انت عن العمارة فتحت قلبها وفتحت يديها فتحت قلبها وفتحت يديها والشعر ساكت ما نطق بلسانه حي المعلم والوفا عنوانه والشعر ساكت ما نطق بلسانه وقفت حروفي لجل امور امهانه وقفت حروفي لجل امور امهانه هذا الاسكان المغتر في سكانه هذا الاسكان المغتر في سكانه حي الحسين الشاهد باسمه حي الامام العسكري شاهد باسمه حي الإمام العسكري ضمه فتحت قلبها وفتحت يديها فتحت قلبها وفتحت يديها هاي العمارة تمشي عليها مشدودة روح ومرتبط بيها هاي العمارة تمشي عليها مشدودة روح ومرتبط بيها فيها الفقير اليوقف الجار روح انشد انت عن وقف الجار روح انشد انت عن العمارة فتحت قلبها وفتحت يديها فتحت قلبها وفتحت يديها والله القادسية بالكرم معروفة واهل الكلام بلا اهل مصروفة القادسية بالكرم معروفة واهل الكلام بلا اهل مصروفة شاهد المتشوفة ينضرب طوب وشاهد المتشوفة والغانمات وياهم المصبوفة والغانمات وياهم المصبوفة كل الهدوء منطقة عواشة غير الرسالة مفصلة بجتاشة كل الهدوء منطقة عواشة غير الرسالة مفصلة بجتاشة هاي العمارة وهاي أهاليها هاي العمارة وهاي أهاليها هاي العمارة تمشي عليها مشدودة روح ومرتبط بيها هاي العمارة تمشي عليها مشدودة روح ومرتبط بيها فيها الفقير اليوقف الجار روح انشد انت عن العمارة فيها الفقير
اخوي لو تنخاهم قطع عجيبه وهم نجي وياهم ناكل مشرح بالوفه تلقاهم ناكل مشرح بالوفه تلقاهم والنجر شايل بلا عياد الواهم والنجر شايل بلا عياد الواهم كحلا احبها وكحيلة عيني ميمونة قاع ولا تدليني كحلا احبها وكحيلة عيني ميمونة قاع ولا تدليني هاي العمارة وهاي اهاليها هاي العمارة وهاي اهاليها أداء الرادود الحسيني إدريس اللامي كلمات الشعر الحسيني سيد غزوان الغالبي الهندسة الصوتية أحمد العبودي. التصوير والمونتاج في شركة هايدر المهندس.